حالة من الخوف والقلق من جمهور المطرب جورج وسوف بعد ما ظهر في حفلته بوزن زائد وهو بيسند على عكاز في حفلته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وطبعا ده اللي أثار القلق والخوف عند جمهور ومحبين المطرب جورج وسوف لما كان أثناء الحفلة كان سند على العكاز طول ما هو بيغني، وكمان ظهر بوزن زائد وده اللي سبب القلق عند الجمهور، وخصوصا ان هو بيعاني من امراض مزمنة جدا في الفترات الاخيرة، لكن اعراض الامراض دي بدأت تزيد عليه في الفترة الاخيرة، وده اللي اثار القلق والخوف عند الجمهور. وطبعا ظهر في شهر مارس اللي فات وهو قاعد على احد الشواطئ وكان قاعد على كرسي متحرك، لكن وقتها مديرة اعماله قالت ان هو حالته كويسة، لكن لما ظهر في حفلة جد دراعه الشمال ما كانش بيحركه نهائي وكان ساند على العكاز او الكرسي اللي هو كان قاعد عليه. طبعا ده حضراتكم هتشوفوه شفتوه في الفيديو. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ولحد دلوقتي برضو مستنيين مدير اعمال جورج وسوف او جورج وسوف ان هو يطلع يطمننا عليه. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراك في القناة. انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.